طلب من تركي الشيخ 4 مليون دولار عشان يمثل فيلم في السعودية، أصله شبه ويل سميث ومش هيقبل بأقل من كده. ده اللي عمله شيكابالا بعد ما تركي الشيخ طلبه للتمثيل بعد ما فاز بمباراة كأس أفريقيا. فيا ترى هو شيكابالا هيبطل يلعب كرة ويمثل؟ وإيه اللي حصل بينه وبين تركي الشيخ بعد المباراة؟ ومكافأة لعيبة الزمالك كانت قد إيه بعد ما كسبوا؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الزملكاوية لحد دلوقتي الفرحة مش سايعاهم بعد الفوز بلقب بطل سوبر إفريقيا. العيون كلها على شيكابالا المعروف بتصريحاته اللي دايماً بتعمل قلق، وده حصل فعلاً لما تقال إن شيكا طلب من تركي آل الشيخ 4 مليون دولار يعني حوالي 200 مليون جنيه عشان يمثل في فيلم. زمانك دلوقتي بتقول حتى شيكابالا هيمثل في السعودية؟ لا يا سيدي، كل الحكاية إن تركي آل الشيخ كان قاعد مع شيكابالا بعد الماتش وكان بيهزر معاه وقال له ما تيجي تمثل معنا فيلم وهدفع لك 1.5 مليون دولار. فرد عليه عمر جابر وقال له أساساً شيكابالا شبه الممثل العالمي ويل سميث. أما شيكابالا فرد عليه بضحك وقال لو هوافق إن يمثل مش هاخد أقل من 4 مليون دولار، أما مليون والكلام ده مش أنا. بالمناسبة أنت تعرف إن خلاص شيكابالا كان هيودع نادي الزمالك وطلع كلام عن اعتزاله؟ بس اللي حصل إن شيكابالا قرر إنه ما يسيبش بيته تاني وجدد عقده لمدة موسمين. المفاجأة إن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق دفع لشيكابالا 2 كاش هما قيمة العقد بمبلغ 28 مليون جنيه يعني 14 مليون على كل موسم. وسواء بقى شيكابالا لاعب أو قاعد دكة هو كده كده معاه فلوسه. واللي أكد الكلام ده الناقد الرياضي محمود فؤاد على قناة صدى البلد. لاعب زي شيكابالا بالفلوس اللي هياخدها مش هيركب أي عربية طبعاً، ده هيركب عربية الكل يتكلم عنها سواء بقى على شكلها المميز أو إمكانياتها. العربية هي BMW i8 ودي من أكتر العربيات الرياضية مبيعاً في منتجات BMW. ومن 3 سنين كده شيكابالا طلع ترند بسبب عربيته الفخمة، ده حتى سعرها في الوقت ده كان 2,750,000 جنيه للفئة الأولى، أما الفئة التانية فسعرها كان 2,999,000 جنيه. تخيل بقى دلوقتي سعرها كام. ونرجع تاني لمباراة الزمالك اللي اتوج فيها بكاس افريقيا. حدث زي ده قلب الدنيا طبعا في مصر والعالم كله، ده كاس افريقيا يا جماعة مش اي كلام. وبعد مجهود لعيبة الزمالك في المباراة موسم الرياض منح جائزة مالية قيمتها 1.5 مليون، وبعد مجهود لعيبة الزمالك في المباراة موسم الرياض منح جائزة مالية قيمتها 1.5 مليون دولار لنادي الزمالك، وده بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي. والمستشار تركي آل الشيخ وجه تعليمات بمنح الجائزة لنادي الزمالك تقديراً لمجهودات الفريق في البطولة. بعدها نادي الزمالك وجه الشكر ليه وأكد على العلاقة الوطيدة بينهم. مش بس كده، فريق الزمالك هياخد كمان 500,000 دولار مكافأة بطل السوبر يعني 24 مليون جنيه مصري هيتفرقوا على كل الفريق. مش معنى كده بقى ان النادي الاهلي عشان خسر انه مش هياخد حاجه، لا ده هياخد مبلغ محترم كمان 250,000 دولار يعني نص مكافاه نادي الزمالك. وده يجي بعد ما وافقت اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف على زياده المكافاه من 2000 دولار ل 250 الف دولار للفريق الخسران. ودلوقتي قول لنا رايك ايه في اداء الزمالك في المباراه.